فاضل الساعة، أعتقد إن هو الكلام ده هنشوف بقى الواقع خصوصا إن السعر بتاعنا جدا أقيم امتيازات نقص. ده بالنسبة للنص الأولاني. النص التاني بتاع الفصل العربيات الـ 1200 سي سي، الفصل ده أنت عارف إن هو اتطبق في شهر يناير، أعتقد بدري أوي إن إحنا نتكلم عليه. معروف فعلا نسيب بس بدري أوي إن إحنا نتكلم عليه دلوقتي. إحنا شغالين على التطور إن شاء الله زي ما حضرتك بتتكلم إن في مصر نسبة كبيرة كوريا مهمة جدا وبيت مدار كتير إن شاء الله. السنين اللي جايين ان شاء الله نرجع نتصدر تاني السوق المصري، استعراض مستورده
كفايه كده، لا مش مشكله.